إخواني وأخواتي في كل الوطن العربي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أحييكم من مصر المحروسة دائما وأبدا بإذن الله، بلاد الطب والأطباء وقبلة الشفاء في كل الوطن العربي من المحيط إلى الخليج. موعدنا المعتاد زي كل يوم جمعة الساعة 4 عصرا، عشان نلتقي مع بعض الساعة 4 عصرا بتوقيت القاهرة علشان نتكلم عن أسرار الألم. بنتكلم ازاي بنعالج الام الانزلاق الغضروفي بدون جراحه، ازاي بنعالج الام ضيق قناه النخاع الشوكي بدون جراحه، ازاي بنعالج الام التهاب عرق النسا بدون جراحه. الناس اللي عملوا جراحات الغضروف ولم يحالفهم الحظ ورجع تاني الالم، ده موضوع حلقتنا النهارده، ايه اسباب رجوع الالم بعد جراحه الغضروف، وازاي نقدر نعالج هذه الالام بعد جراحه الغضروف من غير ما نضطر ان احنا نلجا لجراحه مره اخرى. بنفكركم ان احنا برضو بنتكلم عن آلام مفصل الركبة وازاي ان احنا بنقدر نعالجها بدون جراحة، وازاي ان احنا نقدر نتفادى جراحات استبدال مفصل الركبة عن طريق حقن المادة الجيلاتينية في مفصل الركبة، عن طريق حقن البلازما في مفصل الركبة، عن طريق التردد الحراري، وكل دي الحاجات الغير جراحية اللي احنا بنعملها. بنفكركم بالصفحة بتاعتنا على الفيسبوك، المركز المصري لعلاج الألم، صفحتنا على الفيسبوك المركز المصري لعلاج الألم. بنتواصل مع بعض دايما على هذه الصفحة، بتوصل لكم الحلقات القديمة على هذه الصفحة. لينا قناة على اليوتيوب فيها كل الفيديوهات وكل الحلقات اللي اتحصلت قبل كده، فيها كل الشرح، وصفحتنا على اليوتيوب اللي احنا بنقدر نتواصل عليها، نقدر ان احنا نشوف احنا متواجدين امتى في العيادة، انا مسافر امتى، نقدر نتواصل دايما عن طريق هذه الصفحة على الفيسبوك. طيب النهاردة هنبتدي نتكلم ليه المريض اللي بيعمل الانزلاق الغضروفي او بيعمل عملية الغضروف بيرجع له الالم تاني ليه. طيب اول حاجة برضو علشان نشرح موضوع العملية، لان في ناس كتير فاكرة ان عملية الغضروف ده ان في واحد ما عندوش غضروف طلع له غضروف فشاله. لا، احنا كلنا عندنا عضو مهم جدا اسمه الغضروف. العمود الفقري بتاعنا بيتكون من حاجات مرصوصة فوق بعض، فقرات وغضاريف في النص، فقرات وغضاريف في النص. طيب يعني في غضاريف كتير، والغضروف ده مش حاجة وحشة، مش مرض يعني، عشان في حد يقولك ده عنده غضروف وفلان ما عندوش غضروف. لا، احنا كلنا عندنا غضروف، يعني ده مش مرض. الغضروف ده عضو موجود في العمود الفقري، عامل زي قشاط الطاولة، ديسك يعني قرص، ديسك يعني قرص. القرص زي قشاط الطاولة، ده مليان مادة جيلاتينية جوه. المادة دي هي اللي بتشتغل زي مساعدين العربية علشان تمتص صدمات العمود الفقري. يبقى الغضروف ده حاجة مهمة جدا، شيل الغضروف ده يعمل مشكلة كبيرة جدا، تمام، ولكن ده حاجة مهمة لازم احافظ عليها، ما اعملهاش عملية، مش لازم اشيل الغضروف. طيب احنا الغضروف بيفصل الفقرات عن بعضيها، بنوطي، بنشيل حاجة، بنطلع، بنعمل الجزء الغضروفي ده بيتشق ويطلع منه المادة الجيلاتينية اللي جوه، ده الانزلاق. انزلاق يعني زحلقة، يعني في حاجة اتزحلقت من الغضروف، مش الغضروف نفسه، مش الغضروف نفسه، هو اتفتح وطلع منه حاجة اتزحلقت، سموها انزلاق غضروفي، ولما اتزحلقت لمست العصب، تمام؟ طيب الجزء اللي اتزحلق ده بيحصل في قد ايه من الناس؟ بيحصل في 95% من سكان الكرة الأرضية، يعني كل الناس عندها انزلاق غضروفي، كل الناس عندها انزلاق غضروفي، 95% من سكان الكرة الأرضية عندهم انزلاق غضروفي، 75% من سكان الكرة الأرضية لو عملنا لهم رنين مغناطيسي على الفقرات يطلع عندهم انزلاق غضروفي. طب ازاي؟ ما هو 95% مش كلهم بيشتكوا، مش معقولة كل الناس قاعدين في العيادات بتاعة الألم علشان عندهم انزلاق غضروفي. تمام، يعني الانزلاق الغضروفي ده لما بيطلع بره ممكن المريض ما يحسش بيه ولا يحس بألم، ودي عندهم غضروف طالع من مكانه لكن ما عندهمش وجع، فما راحوش للدكتور فما ماتوش. يبقى حضرتك برضو لما الغضروف طلع على حظك لمس العصب، تقدر انت كمان ما تعملش زي ما الناس كلها ماشية في الشارع وعايشة بيه، لكن
وانزلاق غضروفي لازم اشيله، ولو مش هشيله بعمليه لازم اشفطه، المهم لازم اعمل فيه حاجه. ما تعملش فيه اي حاجه، ما تعملش فيه اي حاجه، هو هينشف لوحده. الجزء اللي طلع بره ده هينشف لوحده ويبعد عن العصب وخلاص، وهيبقى زيك زي كل الناس اللي ماشيه في الشارع، عنده غضروف. ولو عمل رنين مغناطيسي يلاقي عنده غضروف بس ما عندوش مشكله وما عندوش وجع. خلاص احنا فهمنا الكلام ده. يبقى الجزء اللي بيطلع من الغضروف او الانزلاق الغضروفي مش لازم اشيله، مش لازم اشيله، هعيش بيه، هسيبه ينشف. متفقين؟ خلاص. طيب ده، طيب بنعمل له ايه او بنعالجه ازاي لو الانزلاق الغضروفي على حظه طلع ولمس العصب؟ بنديله علاج التهاب اعصاب، ما نديلوش مسكنات، ما نديلوش كورتيزون، ما نديلوش حقن فيتامين. المسكن مش علاج، الكورتيزون مش علاج، الفيتامين مش علاج، كل دي مش علاج. العلاج بالنسبه لي انا ده علاج التهاب الاعصاب. طيب لو ما ارتاحش هنعمل ايه؟ هنعمل له حقن جذور الاعصاب، يعني ندخل ندي الدواء مباشره للاعصاب. لو ما ارتاحش هنعمل ايه؟ هنعمل تردد حراري، يعني ندي موجات تردديه للعصب عشان نعالجه و و و، يعني مش هنعمل جراحه. خلاص الموضوع انتهى، مش لازم نشيل الغضروف ومش هنعمل جراحه. طيب موضوع الحلقه النهارده عن ايه؟ عن اللي ما كانش يعرف الكلام ده، او كان يعرف الكلام ده وتجاهله، او عمل الكلام ده وما جابش نتيجه، قعد مزمزق فقال لك لا يبقى انا هعمل العمليه، كانه بيهددنا مثلا. تمام، فعمل العمليه كويس كده، عملها لانه ما يعرفش عواقبها، عملها لان خلقه ضيق ما بيستحملش الوجع، فانا لسه هروح لدكتور ويعمل لي حقن ويعمل، انا اروح العمليه عشان اخلص. تمام، والمفاجاه ان العمليه مش بتخلص، دي بتفتح فتحه جديده، يعني مش بتخلص الموضوع يعني. طيب اللي عمل العمليه لاي سبب من الاسباب، طيب ايه سبب ان الوجع يرجع بعد العمليه؟ اول حاجه احنا قلنا ان الغضروف زي قشاط الطاوله، طلع منه جزء صغير لمس العصب، عمل التنميل والشكشكه والحرقان النار اللي الناس بتشتكي وتظن ان مفيش الم في الدنيا الا الالم بتاعه هو، وان محدش حاسس بيه، وان محدش سائل فيه، كل الكلام ده. طيب الجزء اللي طلع ده، هو ده النقطة اللي طلعت تلمس العصب، هو ده اللي بيتشال في العملية، مش الغضروف كله بيتشال. تقوم انت تقول لي ايه؟ ما هو الجراح منه لله كان شال الغضروف كله، ما هو منه لله لو شال الغضروف كله. تمام، لما بيشيل الغضروف كله بيعمل مشكلة اكبر، ده اللي احنا هنتكلم فيه برضو دلوقتي. طيب هو لو شال الجزء ده اللي هو طلع لمس العصب، يقوم يطلع جزء تاني من جوه. تمام، يقوم يروح نعمل عملية، يقوم يطلع جزء تاني من جوه، بيسموه غضروف مرتجع. الغضروف المرتجع مش الغضروف اللي انت شلته في العملية اللي ادهولك في حتة ازازة كده ومتفتفت وقالك هو ده الغضروف وانت خدته رميته، لا، اللي انت خدته ده في زيه جوه كتير، يطلع غيره، تاخده في ازازة وترميه ويطلع غيره، وتقعد تعمل عمليات على طول على طول على طول. تمام، فغضروف مرتجع يعني في مكانه طلع غضروف تاني، مش هو اللي انت خدته رميته رجع تاني. لان ايه؟ اول ما الدكتور بيعمل لك العمليه ويديك البتاع متفتفته كده، انت بتفرح فرحه الدنيا، خلاص ده اللي كان تعبني اهو في الزباله، وبتفكر ان الموضوع انتهى، لكن الموضوع ما انتهاش خالص. تمام، فحضرتك دلوقتي هنعمل ايه؟ هنقوم الجزء اللي انت خدته في العمليه ورميته ده يطلع غير واحد، يبقى اسمه غضروف مرتجع. كويس، يبقى اول سبب ان يطلع غضروف مكان نفس مكان الغضروف اللي اتشال. وبعدين ويجي بقى المريض في العياده، يعني هو يا دكتور الفتك بقى عايز يمسك حاجه، يمسك غلطه، يعني هو شاله ولا ما شالوش؟ يعني هو رجع تاني ولا ما رجع؟ ولا هتعرف، ولا هتعرف اذا كان اتشال ورجع تاني ولا ما اتشالش. فانت وما يفرقش معانا اذا كان اتشال ورجع تاني من انه ما اتشالش، المهم ان انت في الاخر عندك غضروف بعد العمليه اللي انت عملتها. فما تتفزلكش وتقعد تعمل رنين في رنين في رنين، هو احنا خلاص عرفنا الوضع دلوقتي ان حضرتك عندك غضروف مرتجع او غضروف في مكان الغضروف اللي انت عملته. السبب نمره اتنين ان يطلع لك غضروف تاني خالص، ما احنا عندنا 5 غضاريف قطنيه و12 غضروف صدري و8 عنقيين، يعني كام؟ 5 و12 و8 25 غضروف في ظهرك،
كل ما تشيل واحد يطلع لك التاني، كل ما تشيل واحد يطلع لك التاني، مش يعني تعمل 25 عملية وبعدين تمسك المسامير ترصهم بقى في ظهرك مكان الغضاريف اللي انت شلتها. فالتاني سبب ان الغضروف يطلع بداله غضروف تاني خالص، غضروف فوقيه غضروف تحتيه، انت عملت عملية غضروف بين الفقرة الرابعة والخامسة يطلع لك التالتة والرابعة، يطلع لك التانية والتالتة، واحد تاني خالص يطلع لك الخامسة والعجزية الاولى. كل ما يطلع غضروف تجري تشيله بعملية او تشفطه او تلعب فيه او تعمل كده، مش واقعي شوية الكلام ده. طيب، طب ايه السبب التالت؟ السبب التالت ان يحصل تليفات والتصاقات، وده السبب الشهير. ليه شهير؟ ليه مشهور قوي السبب ده؟ علشان المشرط اللي احنا او اللي الدكتور بيعمل بيه العملية بيعمل تليف مكانه، تليف زي الدبارة، زي الكنافة، زي حاجة ضخمة كده زي بكرة الخيط تهدف حوالين العصب وتعمل التهاب في العصب. طبعا ممكن تروح الناحية التانية، يعني انت عملت غضروف على الناحية اليمين حصل تليفات على الناحية اليمين وسرحت على الناحية الشمال، بقى عندك يمين وشمال. كتير قوي يجي المريض يقول لك ايه يا دكتور، ده انا عملت العملية وارتحت، كنت كويس خالص، قعدت كده سنة ولا حاجة وبعدين رجع لي الوجع الناحية التانية. فلما رحت للدكتور قال لي ده انت عندك تليفات والتصاقات. هو فاكر التليفات والتصاقات دي مش من العملية، دي حاجة تانية جات له يعني، تمام؟ لا، دي من الجراحة. طيب، يبقى السبب التالت ان في تليفات والتصاقات حصلت في الجراحة. طيب السبب الرابع، السبب الرابع يجي منين؟ يجي من ان الدكتور عايز يقور الغضروف من جوه. يعني ايه؟ يعني ما يشيلش الحتة اللي طلعت دي بس، عايز يشيل جزء ورا جزء ورا جزء عشان ما يحصلش اللي احنا بنقوله، مش كده؟ والمريض الفتك برضو يروح للدكتور ايه، فالدكتور يقول له ده انا قورت لك الغضروف خالص مش هيرجع تاني، يا فرحتي بيكوا انتوا الاثنين. يعني انت الجزء اللي طلع بره ده انت شلته، مش احنا قلنا كده الغضروف المرتجع يوم يطلع جزء من جوه هتشيله، يطلع جزء، يبقى احنا مش هنخلص. يقول لك لا انا هخلص لك القصه بقى، انا الجزء اللي بره ده هشيله واور اللي جوه كمان، يبقى الغضروف هوا بقى ما فيهوش حاجه من جوه خالص لاني خايف لا يطلعوا تاني. طب لما الغضروف اللي ماسك الفقره اللي فوق بالفقره اللي تحت، الغضروف ده اللي ماسك الفقره اللي فوق بالفقره اللي تحت نقوره خالص، بقى ليه لازمه؟ لا، بقى موجود؟ لا، صحيح مش هيطلع حاجه منه لكن ممكن يطلع من اي حاجه تانيه، من اي غضروف تاني. المشكله الاكبر انه ما بقاش ماسك الفقره اللي فوق بالفقره اللي تحت، فتقعد لك شهرين ثلاثه وهوبا تبص تلاقي ظهرك وسطك التحتاني اتحش منك، مش قادر تتحرك، ده انا مش قادر امشي، ده انا يعني اول ما اقوم احس ان النص التحتاني انفصل عن النص الفوقاني. طب ليه؟ عشان الفقرتين اتحركوا، ما بقاش في حاجه ماسكاهم، ما هو قورهم بقى عشان الغضروف ما يرجعش تاني، فما بقاش في حاجه ماسكه الفقرتين في بعض، فتقوم الفقره تتحرك. يبقى السبب الرابع ان في تزحزح فقاري، ان حصل لخلخه في الفقرات، فتروح للدكتور يقول لك انت محتاج شرايح ومسامير، اصل الفقرتين سابوا من بعض. انت فاكر ان هم سابوا ما لهمش دعوه بالعمليه اللي قبل كده، هي من العمليه. فانت تقعد تقول يعني انا حظي وحش يا ربي، جالي غضروف عملت الغضروف، يقوم الفقرتين يتلخلخوا. يا اخي شوف سبحان، يعني هم مش حاجه تانية، هو ده بسبب اللي انت عملته، تمام؟ طيب ايه الاسباب اللي بعد كده؟ الاسباب اللي بعد كده الشرايح والمسامير بقى. مريض عمل جراحه شرايح ومسامير. طيب جراحة الشرايح والمسامير دي هتتعمل ليه؟ والله في فقرة متحركة، فالدكتور قال على طول نعمل شرايح ومسامير، لكن احنا ممكن نلبس حزام ما دام ما فيش شلل وما فيش سقوط في الألم، ممكن نلبس حزام، نحط قربة مية سخنة على ظهرنا، الألم يهدى، ناخد علاج التهاب الأعصاب، يعني مش أول ما الفقرة تتلخلخ نقوم جاري مسمارنا. الحزامة دي اتعملت ليه؟ اجري اعمل مسمارها، لو حصل شلل حصل سقوط في الادم، والكلمه المشهوره وانا هستنى ما يحصل شلل، وانا طب حاضر روح اعمله انت، روح اعمل شلل بايدك. ايه تستنى ما يحصل شلل؟ قبل ما يحصل شلل هيجي سقوط في الادم، مش هتصحى من النوم مشلول، صحيت من النوم مشلول هتخش العمليه تعمل عمليه تبقى كويس، هيجي لك وجع طبعا بعد العمليه، لكن ما فيش حاجه اسمها وانا هستنى ما يحصل، يعني ايه استنى ما يحصل شلل؟ طب ما انت ممكن البيت يولع، نط من الشباك قبل ما يولع، انت هتستنى ما يولع؟ نط يا راجل من الشباك. فما ينفعش الكلمه اللي هو انا هستنى اما ايه الكلام البلدي ده؟ بلدي، ما هو قبل ما بيحصل شلل بيحصل سقوط في الادم، انت مش بتتشل بين يوم وليله، مش بتصحى من النوم كده.
فكل التهديدات بان هيحصل لك شل، هيحصل لك ايه ايه الكلام ده، تمام؟ فالامور ما بتمشيش بهذا الشكل عشان نبقى احنا فاهمين القصة ماشية ازاي، تمام؟ الامور ليست بهذا الشكل. طيب يبقى احنا الحاجة التانية انه حد حصل له خلخلة في الفقرات، بدل ما يلبس حزام و هيعملوا له شرايح ومسامير. واحد تاني دكتور عايز يقور الغضروف اللي احنا حكينا عنه، بس ما سابش ده ارحم شوية، ما سابش المريض لغاية لما يتلخلخ، قال له انت محتاج شرايح ومسامير، هسلك لك القناة العصبية، يعني هيقور كل ده وهعمل لك تثبيت للفقرات، بقوا عمليتين في عملية، باكج كومبو، تمام؟ في حين ان احنا ممكن نسيب الغضروف ينشف، لكن لا، ده احنا هنقوره، نشيله ونقوره، وبما اننا قورناه والفقرة اتحركت نقوم عاملين شرايح ومسامير. هنا القرار مهم، هنا القرارات مهمة جدا، اتخاذ القرار المريض ده يعمل ايه والمريض ده ما يعملش ايه مهم قوي. طيب يبقى السبب التاني عمل الشرايح والمسامير علشان هو ناوي يقور الغضروف زيادة، او هو ناوي يشيل اكتر من غضروف، مريض عنده 3 غضاريف طالعين من مكانهم او 4، فهو ناوي هيشيل 3 او هيشيل 4، وهو عارف ان ده هيلخلخ 3 4 فقرات، طيب نقوم يعمل شرايح ومسامير. طيب يبقى المريض اللي عمل تثبيت فقرات او شرايح ومسامير يجي له وجع ليه؟ الاتي، ممكن يحصل له تليفات والتصاقات، ممكن الغضاريف ترجع تاني، ممكن غضروف واحد يرجع غير اللي اتشاله في العملية فوقيه او تحتيه، ممكن، وممكن يحصل الم في الظهر شديد جدا نتيجة ان العضلات بتاعت الظهر شدت. طب تشد ليه عضلات ظهره؟ انت لما مسمرت فقرتين او 3 فقرات، الفقرات دي بقت خارج الخدمة، مش شغالة. يعني ايه مش شغالة؟ هي ايه وظيفتهم؟ الفقرات القطنية، ال5 فقرات قطنية اللي في اسفل الظهر، دول اللي شايلين تقل الجسم، واحنا ماشيين واحنا قاعدين هم اللي شايلين تقل جسمنا. لما انا امسمر اثبت فقرتين، بقيت انا جسمي متشال على 3 فقرات بس، مش 5 زي ما ربنا خلقني، بقينا متشالين على 3 فقرات، ولو تثبت 3 يبقى بقينا وزن الجسم متشال على فقرتين، يبقى احنا كده الخارج خلاص. طب مين اللي هيشيل؟ ما هو خلاص، ما احنا المفروض 5 فقرات يشيلوا، ثبتنا فقرتين يبقى 3 هيشيلوا. طب ال3 مش قادرين يشيلوا، العضلات اللي حواليهم تبتدي تحاول تشيل معاهم، عضلات الظهر تبتدي تحاول فتشد نفسها، يحصل شد عضلي في الظهر، كويس؟ يحصل شد عضلي ليه؟ ما هي بتحاول تشيل هي كمان، فيبتدي يحصل ألم في الظهر تاني، ألم في أسفل الظهر تاني من الغضاريف اللي مش عارفين نشيلها، أو من الفقرات اللي مش عارفة تشيل لوحديها، فالعضلات تشد عشان تشيل معاها. طب يجي وجع في الظهر برضو تاني من مفاصل الفقرات، مفاصل الحوض الخلفية اللي هي الساكرو إلياك جوينت، مفصل الحوض الخلفي، ما هو المفصل ده موجود في الظهر من تحت، تمام؟ ده مش مؤهل انه يشيل، لما يلاقي 3 فقرات شايلين من ال5 غصب عنه هيشيل وزن، لازم يشيل معاهم. امال ايه يعني؟ امال المريض هيقع؟ مين اللي هيشيله؟ العضلات هتشيل، هتوجع لانها مش 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 شغلتها تشيل، وكمان مفاصل الحوض تشيل، يبتدي يحصل برضو الم في مفصل الحوض الخلفي يمين او شمال او في اليمين والشمال مع بعض نتيجة تثبيت الفقرات. يبقى احنا عندنا الاسباب خلاص، يعني ممكن الغضروف هو نفسه يرجع في نفس مكانه، ممكن يجي غضروف جديد خالص فوق او تحت، ممكن الفقرة تتحرك من مكانها عشان اتلخلخت، ممكن يحصل تليفات والتصاقات حوالين جذور الاعصاب، ممكن انه يحصل التهاب مفصل الحوض الخلفي او الكلام ده عشان الشرايح والمسامير. هنتصرف ازاي؟ ما هي الحلول؟ هنعمل ايه؟ هنتصرف ازاي؟ طيب نتصرف ازاي؟ وبرضو من ضمن، عشان برضو نبقى احنا فاهمين القصة كلها، من ضمن الحاجات اللي بتخلي المريض يندفع الى الجراحة الوجع. يعني ايه؟ لما بيروح للدكتور بيقول له انا هعمل لك حقن هتبقى زي الفل، هعمل لك تردد حراري والوجع هيروح خالص،
هعمل عشان بس ايه لما انا بقول ايه الحل ما تقعدش انت حضرتك تقول يا ده الدكتور محمد ده اللي هو انا يعني ده انا عايز الراجل ده، الراجل ده ما حصلش، احنا عايزين الراجل ده بقى يبتدي يحقن وبتاع. ما تديش لنفسك امال ضخمة، ما تديش لنفسك في امل. طبعا انا مش بجيب لك اكتئاب يعني، ده في امل، بس لما انت تقعد ده انا هبقى زيرو يعني هخف زيرو ومفيش وجع خالص، فانت لما تخف ويتبقى 10% ولا 50% ولا 40% من الالم هيجي لك اكتئاب. لما تقعد تمني في نفسك وتسخن في نفسك، والمصيبه لما الدكتور هو اللي يعمل الشغلانه دي بقى، يقعد بقى يقول له ده انا هحقنك وهتبقى ده انا ليه عشان عايز يلا بقى يلا يعني عايزين نشتغل بقى يلا تمام. فلا ما تديش لنفسك كل الحاجات دي. ده احنا لو عملنا حقن او تردد حراري والالم قل 50% ده نجاح، ده نجاح ممتاز. 40% ده نجاح. لكن علشان بيجي لي مرضى ما عندهمش اي مشكلة الا الحالة النفسية والاكتئاب، الدكتور قال له هعمل لك كذا وهتبقى فظيع، يجي هو بقى كويس بس عنده شوية وجع، انا ما بقتش فظيع زي الدكتور ما قال لي، هو انا مختلف؟ هو انا ما نجحتش؟ هو انا الحاله دي ما نجحتش؟ انا في كتير ناس بعد الحقن والتردد يبعت لي رساله يقول لي ايه، هو انا كده فشل ولا نجح؟ يا راجل هو انت المريض مش عارف اذا كان نجح ولا فشل؟ يعني انت المريض مبسوط من النتيجه ولا مش مبسوط بعد ما عملنا لك حقن وتردد؟ انت مش انت بتسالني انا يعني، انت بتقول لي هو كده نجح ولا لا؟ شغل الافلام بتاع كريمه مختار يعني العمليه نجحت والام مش عارف ايه، ايه الكلام ده؟ انت مبسوط ولا مش مبسوط؟ يقول لي انا الالم راح 80% وبقى 20%. طب ماشي، ده ما هو ده نجاح، انا اللي هقول لك ان ده نجاح، انا اللي هقول لك ان انت كده من الناس اللي نجحوا في الحقن والتردد تمام. هو ما هو ده جاي منين؟ من الوهم اللي بيديه الطبيب للمرضى، هعمل لك وهتبقى مش عارف، هعمل لك وتقوم تجري، هعمل ايه يا عم ايه، هو انت المسيح؟ هو انت ربنا؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ تمام. فاحنا في الاخر ايه بقى الحلول؟ الحلول دي اللي هي بتعالج ويتبقى شوية وجع خلاص، عشان ما حدش يكتئب بعد ما يتبقى عنده شوية وجع ولا حاجة، او مش عاجبك ما تعملش. يعني الدكتور بيقول لك قبل ما يعمل الحاجة ان في ناس بتنجح وناس بتفشل، نسبة نجاح الحقن 70%، كل 100 مريض 70 يرتاحوا و30 ما يرتاحوش، مش احنا بنقول كده؟ التردد الحقيقي 90% في 90 بيرتاحوا و10 ما بيرتاحوش، اللي بيرتاحوا دول تمام بيكون الوجع راح فيهم وباقي عندهم 10% 20% 30 باقي عندهم شويه وجع ونجح. اسمه نجح. عندك اكتر هات، يعني انت ما تقوليش ده كده ما نجحش، لا انت حر، روح شوف حد تاني يعمل لك حاجه تاني. ما هو ما فيش كده في الطب، ما فيش غير كده. فانت ما ترغمش الدكتور انه يضحك عليك، مش عايز ما تعملش، مش هتموت، انا اللي بطمنك. تعبان وعندك وجع وما عملتش حقن وما عملتش تردد وما جتليش خالص، مش هيجرى لك حاجه، الشافي هو الله مش انا. تمام. يبقى انا زي ما بقول لك ما تجيليش خالص وهتخف ان شاء الله على ايد اي حد من غير دكاتره، ربنا هيخففك. تمام. زي ما بقول لك كده ما تجيش بقى وايه وتبقى يعني وتقول لي ده باقي شويه وجع، طب اعمل ايه؟ طب نعمل ايه؟ مفيش، نعمل ايه؟ هو ده اللي عندنا، الحقن والتردد. وانا بتكلم كده ليه؟ لان محدش عنده حاجه تاني. اللي هيقول لك لا ده في عندي نتائج اكبر، يبقى انتوا بقى الاثنين مع بعض، انتوا الاثنين مع بعض، انتوا الاثنين بقى عيشوا مع بعض، اضحكوا على بعض، اعملوا اللي انتوا عايزينه. تمام. لكن هو ده المتاح في الطب، فنرضى بيه، نكن اغنى الناس ونرتاح ونريح قلبنا وضميرنا. مش هنرضى بيه ما عندناش تاني، هيجري ابن ادم كجري الوحوش ومش هتطول حاجه. تمام. طيب هنعمل ايه عشان وقت البرنامج بتاعنا ما يسرقناش؟ الغضروف المرتجع لو رجع تاني بنعمل حقن جذور اعصاب عادي خالص، لو ما فيش تليفات والتصاقات هنتعامل معاه لانه غضروف جديد خالص، نعمل له حقن جذور الاعصاب. ما ارتحناش نعمل تردد حراري. طب لو طلع غضروف فوقيه او تحتيه هنتعامل معاه عادي خالص، حقن جذور الاعصاب، ما ارتحناش نعمل تردد حراري. طب في تليفات والتصاقات بقى هنعمل حقن بالقسطره، هنعمل حقن جذور الاعصاب زائد حقن بالقسطره. ايه القسطره دي؟ القسطره انبوبه رفيعه، الرخوه. خشوا على اليوتيوب على الصفحه بتاعتنا او على الشانل بتاعتنا النهارده، ممكن على الصفحه بتاعتنا على الفيسبوك اشير الفيديو بتاع الحقن بالقسطره، او هو موجود يمكن قبل ما اجي البرنامج شيرته على الصفحه عشان الناس تبقى فاهمه انا بتكلم عن ايه.
الفيديو ده ان احنا بنخش بالقسطرة او بالانبوبة دي في وسط التليفات والالتصاقات علشان التليفات الضعيفة ندوبها، بندي دواء يدوبها. التليفات الناشفة بندي محلول ملح نزقها بعيد عن الاعصاب. واسمع كلامي، مفيش حاجة اسمها انا هشيل لك التليفات بالليزر، انا هعمل لك عملية واشيل التليفات. اذا كان المشرط ده اللي جاب التليفات، او ما انا احط المشرط عشان يجيب تليفات تاني، تمام؟ ولما تيجي للدكتور محمد ويقول لك ده انا مش هشيل التليفات لانها ما بتتشالش، الراجل ده مش في واحد تاني حلو وبيقول بيشيلها خالص، في واحد تاني ظريف ودمه خفيف بيقول انا هشيلها خالص، لكن الدكتور محمد يسري ده لا لا، ده بيقول ايه؟ ده بيقول انا هدوب اللي هيدوب وهزق التليفات. كويس؟ هيروح لمين؟ للي قال له ليزر بقى، انا هشيل لك التليفات بالليزر، انا هعمل لك مش عارف تسليك بالمش عارف ايه. تمام؟ فهو الناس بتحب اللي بيضحك عليها. برضو انتوا الاثنين عيشوا مع بعض من هنا لبكره وعيشوا حياه سعيده. تمام؟ ولكن التليفات هتعيش بيها طول عمرك، محدش يقدر يشيلها لك، لو اتشالت بالمشرط هترجع اسوأ من الاول، مفيش حاجه اسمها نشيلها بالليزر، مفيش حاجه اسمها تسليك بمعنى انا هسلكها لك وتبقى يعني فله، مفيش الكلام ده خالص. تمام؟ عشان ما نبقاش بنضحك على نفسنا، حرام. احنا بنخش بالقسطره في وسط التليفات اللي هو الحقن بالقسطره، وندي الدواء الهايليورونيديز يدوب اللي يدوب، في حاجات لسه ما جمدتش هتدوب، وفي حاجات اللي ناشفه بنزقها بعيد عن الاعصاب. كويس؟ طيب يبقى ده الحاجه الثانيه. الناس اللي عندها بقى شرايح ومسامير، والله ما عندوش تليفات هنحقن له جذور الاعصاب، عنده تليفات هنعمل حقن بالقسطر، مفاصل الحوض الخلفيه فيها التهاب هنعمل حقن لمفاصل الحوض الخلفيه، ما ارتحناش هنعمل التردد الحراري. احنا بنفكركم ان احنا في البرنامج ده بنتكلم عن الحاجات اللي بتهمكم، عن العمود الفقري، ازاي نعالج الام الانزلاق الغضروفي بدون جراحه، ازاي نعالج الام ضيق قناه النخاع الشوكي بدون جراحه، ازاي نعالج الام التهاب عرق النسا بدون جراحه، والناس اللي عملوا العمليات ازاي نعالجهم بدون جراحه، ازاي نقدر نتفادى جراحات مفصل الركبه عن طريق حقن الماده الجيلاتينيه في الركبه، عن طريق حقن البلازما في الركبه، عن طريق التردد الحراري. موضوع الحلقه النهارده كان عن الناس اللي عملوا جراحات الغضروف او الشرايح والمسامير، ليه رجع الالم وازاي نقدر نعالجه. الركبه هيبقى ليها مواضيع منفصله، وكل مره هنعمل حلقه منفصله عن حاجات مهمه. بنفكركم بالصفحه بتاعتنا على الفيسبوك، المركز المصري لعلاج الالم، يا ريت ندخل على الصفحه دي ويا ريت نعمل لايك علشان نتواصل مع بعض وعشان يوصل لكم كل المعلومات الجديده. بنفكركم بميعاد برنامجنا كل يوم جمعة الساعة 4 عصرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وإلى الجمعة القادمة إن شاء الله الساعة 4 عصرا.